عودة شيكابالا ازاي؟ انا شفت امبارح بالذات شيكا لشيكابالا يعني امبارح هدف انا الكابتن لا انا غلطت الكرة تحت يعني، رجله. مش عايز اقول مدرب غلط مطلعه، لكن انت راجل فاق وجاب جون وراجل ليدر وراجل بيعرف يعني يحتوي الفرقه واللعيبه بتحبه، ما اعرفش حسيت ان خروجه ما كانش يعني في وقت مناسب. شايف ان هو كان مديله وقت معين؟ هو طبعا بيديله وقت معين لان برضه الكابتن شيكا يعني مع سنه مع كده اكيد الراجل يعني هو ادرى بيه وادرى بجهازه البدنيه وكده، حتى هو ضحك معاه وهو خارج وبيتكلم معاه يعني بالظبط. بيقنعه ان انا خرجتك عشان كده وبرضه ما تنساش ان ماتش طلائع الجيش اكيد هيكون محتاجه، لان انت بقى ماتش طلائع الجيش ده ماتش كاس وخروج مغلوب وانت صحيح. لسه مهزوم منهم، فالماتش هيكون ليه والكاس يعني دايما حضرتك اكيد عارف يعني بطولة المفاجآت، الكاس بطولة المجات، وطلائع الجيش ماتشاته مع نادي الزمالك تقيلة دايما كلها بتبقى تقيلة ماتشات صعبة. كلها تقيلة جدا وبتبقى ماتشات صعبة، وطبعا انت عشان هم ما اخفقنا معاهم يمكن الاسبوع اللي فات، فلا بد ان هتكون مباراة ليها حسابات كتيرة بالنسبة للعيبة وبالنسبة للجهاز التدريبي. لكن انت شيكا بالنسبة لك عودته مكسب لنادي الزمالك، طبعا حتى لو طبعا احنا كلنا زعلانين على حسب تصريحاته ان هو الموسم اللي جاي هيبقى الموسم الاخير ليه، بس يا كابتن يعني شيكابالا كبر في السن، ممكن مجهوده مش زي شيكابالا مع نادي الزمالك خلال ال 10 15 سنه اللي فاتوا، لكن بيظل يا كابتن شيكا يعني الموهبه الكبيره اللي دايما ممكن يصنع لك الفارق في اي وقت من المباراه، واكبر ده اللي دليل حصل هدف امبارح، امبارح ده اللي يعني حصل امبارح من طبعا. خرم ابره زي ما حضرتك بتقول. طبعا اللعيبه الكبار اللي زي شيكا وبالذات يكون اصحاب مهاره، مش كبار بس مش خبره بس، خبره ومهاره، وجوده في الملعب مهم حتى ولو خدناه في كل مباراه تلت ساعه الاخيره او كده، وجوده مهم وهو نجم كبير، وبنتمنى له طبعا التوفيق، هو القرار ده هو اقرب واحد ليه امتى ياخده انه يبطل او انه يقعد او انه يكمل، ربنا يوفقه. وجوده مع نادي الزمالك مهم حتى كمان كايقونه من ايقونات نادي الزمالك على مر السنين، وجوده مهم جدا جنب اللعيبه الصغيره اللي طالعه بالذات اتعلم منه، قائد مهم جدا جدا للزمالك حتى لو جوه الملعب او بره الملعب، لا بالظبط وجوده مهم جدا جدا قائد مع جوه روح، الملعب بره وهو الملعب الولد اوضه مثلا ما اللبس. شاء الله عليه خفيف الدم ولعيب كرة كبير، يعني صراحة وجوده مهم جدا جدا في الفترة الحالية مع الزمالك.